السلام عليكم اخوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. كيف كدوزوا العواشر؟ المهم كنتمنى يكونوا الفيديوز ديالي كيلقاو الاعجاب ديالكم وكيجيوكم يعني واضحين وطريقه سهله. اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه ولا جاتو شي حاجه غامضه يسولني في كومونتير، ولا اللي عنده شي فكره على شي حاجه نصاوبه له، ما عندي حتى شي مشكل. المهم دابا غنبدا معكم الحلويات العيد كما قلت لكم في البقلاوه اللي فاتت، البقلاوه التركيه. ان شاء الله هاد الايام نبدا معكم حلويات العيد. كنتمنى تدعموني وديروا ليا جيم وابوني باش نستمر ان شاء الله، ومازال عندي بزاف ديال الافكار خصني يعني غير الوقت باش نطبقهم ان شاء الله. المهم اليوم جبت لكم واحد الحلوه سهله 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 سهله، يعني حتى البنات المبتدئات اللي ما كيعجبهمش يدخلوا الكوزينه، ولا كتجيهم الحلوه صعيبه، ولا ما فيهم ما يبقاو يديروا بزاف ديال الديتاي، يعني هذه ما كاينش اللي ما يعرفهاش، يعني سهله. ولكن المنظر والمذاق ديالها والله العظيم اللي كتجي غزاله وهشيشه وناجحه، يعني ما فيهاش بزاف ديال الديتاي، وما فيهاش داكشي يعني بالغرام، يعني كاين الحلويات ولا ما كانش داكشي بالغرام والميزان مضبوط، يعني ما كيصدقوش مزيانين. دونك وحتى يعني المقادير ديالها موجوده يعني في اي بيت، يعني ماشي شي حاجه يعني صعيبه ولا غاليه ولا ما كايناش. دونك اخوتي كما كتشوفوا معايا عندي هنايا كاس ونص ديال الزيت عاديه، كاس ونص ديال السكر سنيده، وهنايا عندي حبيبات ديال الشوكولاط فيرميسيل كما كتشوف، وعندي هنايا جوج ديال الفلانشينو. تقدر تجيكم غريبه هذه الطريقه، ولكن كاين هذه الحلوه كيستعملوا فيها الفلانشينو، كتعطي لها المذاق رائع وكتعطي لها واحد الهشه غزاله. وهنايا عندي جوج ديال الخميرات ديال الحلوه، ضروري تكون هذا من احسن تكون هذه الحمراء، وضروري تكون 800 غرام، ما ديروش داك البيضه حيت البيضه فيها الدوبل، ما فيهاش 800 غرام، كنظن فيها كثر 12 ولا شي حاجه، يعني غادي تنفخ لكم بزاف وما غاديش تجي لكم مزيانه. دونك جوج من هذه، وعندي هنايا واحد سكر فاني، وعندي هنايا طبعا قبصه ديال الملح، واربعه ديال البيضات. دونك بقاو معايا، وطبعا الطحين على حساب الخليط. دونك بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. دونك اخوتي غنبداو بسم الله، طبعا غنبداو بالسوائل بحال ديما، كاس ونص ديال الزيت اللي قلنا، كاس عنبه ولا كاس حياتي بحال ديما، كاس ونص ديال السكر، غادي نخلطو واحد شويه. دونك عندي هنايا كما قلت لكم اربعه البيضات، جوج غادي نديرهم مكمولين، وجوج غندير غير الصفار ديالهم، والبيض غنحتفظ من بعد به باش نزين به الحلوه ديالنا. دونك ما تنساو جوج مكمولين وجوج غير الصفار ديالهم، والبيض غادي يبقى بوحدو. دونك غادي نضيف دابا البيض، بسم الله الله اكبر. علمتني الوالده تحيه ليلى يعني الطريقه باش ديما حين كنمشيو نفتحوا البيض كنقولوا بسم الله الله اكبر ضروري، لان انتما كتعرفوا هذه طبعا روح. هاو ما جوج مكمولين، هذه غادي ناخذ غير كما قلنا غادي ناخذوا بيض هنا، صافي البيض بوحدو. غادي نديرو الصفار في العجينة ديالنا، وغادي نخلطو البيض مع الزيت كما كنعرفو مزيان حتى يطرب مزيان، وبقاو معايا باش ما نطولش عليكم الفيديو. دونك اخوتي كما كتشوفوا انا بديت المول هذا حسن كبير، ويعني كتلقى كيفاش تخدم فيه حسن. بالنسبه للقياس كي بغيتي دير النص النص ديال القياس ماشي مشكل. دونك كنضيفوا الفلان تشيني ديالنا هكا غبره نيشان، كنضيفوا
كنديرو الفاني ديالنا وكنضيفو هاد جوج ديال الخميرات طبعا قبصه ديال الملح صافي كنزيدو نمزجو هاد المكونات مزيان هكا انا كنضيف هاد الماكله ندير نخلط ليها دابا حتى نضم ديك يعني عاد الساعات كنبغي كما كتشوفوا المكونات كامله تسجلت هذا اخر حاجه كنخليوه هو هذا الشرف تاع المسيح هذا كيضيف واحد الرائعه رائعه صراحه دونك كنضيفوه صافي دابا بقى لينا غير الطحين باش كنجمعو ليه الخليط دونك اخوتي دابا في هاد الاثناء غنبدا نضيفو الطحين شويه بشويه حتى يتجمع لنا الخليط يعني خصنا جمعنا الخليط خصنا تجينا ماشي رطبه بزاف وماشي قصحه الصراحه هذه يعني كنصاوب بزاف ديال المرات وكتعتقني ان فيها المقادير موجوده يعني ما كديرلاش يعني حتى تمشي تقدا ليها خصك تخرج على هذه كتجيني ساهله حتى المنظر ديالها والمذاق ديالها كيجي غزال هو بدا كيجي الخليط ديالنا ولكن مازال خصو الطحين كنحاول نبويض انا هكا باش المكونات كامله كتدخل ببعضياتها نزيدو شويه ديال الطحين نزيدو شويه دونك ديما نزيدو شويه بشويه احسن حيتاش من بعد ملي غادي تقصح لكم بزاف ديك الساعه ما ايوا واخا تزيدو لا الزيت وداكشي غادي بحال اللي غادي تخسر ما تبقاش يعني في المقادير ديالها مضبوطه بالنسبه للقياس اللي باغي يدير النص يعني ما يديرش كاس ونص من الزيت كاس ونص من السكر يدير يعني كاس لاكو كتجي كاس لاكو بحال هادي دونك صافي هاد السمك خصو يكون العجين ديالنا كما قلتلكم ماشي هشيش بزاف وماشي قاصح كما كتشوفوا شوفوا رطب جمع لينا دونك بقاو معايا حتى نزيد نسبكو مزيان باش ما نطولش عليكم الفيديو
دونك اخوتي بالنسبه للتزيين كنزينهم دابا ماشي حتى كيطيبوا. دونك بديك البياض البيضه اللي قلت لكم قبيله يعني غنحتفظوا به، ومن بعد كنسيسوها في اللوز ايفيلي. ما بغيتوش ديو اللوز ايفيلي، تقدروا ديو الكاوكاو، بغيتو ديو اللوز مهرمش، بغيتو ديو الزنجلان، ديما عندكم الاختيار. دونك صافي، وديك الساعات كندخلوهم اللوز ايفيلي بلا ما كنحمروه، حيت اصلا غادي يتحمر في الفرن.